واجد. السعودية أنا أعتبرها بلدي الثاني، أرتاح إذا أروح السعودية. تتخيل؟ واجد. 1000 1500. طبعا 10 مرات نقول 10. ما أدري يمكن 50. واجد رحنا يعني، واجد واجد يعني رحنا. ما أدري شوي يعني. 60 80 مرة. ما أدري ما ينحسبوا. واجد ما أقدر أحسب. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في برنامج الاسترلاب. طبعا في حدود وحيدة في البحرين، هي حدود السعودية. خلنا نشوف الناس والأوادم كم مرة راحوا السعودية وليش، وانتون يا جمهور شوفوا يانا. تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. ويش اسمه؟ يوسف أحمد. يوسف أحمد، يعني أبو أحمد نقدر نقول. أبو أحمد كم مرة رحت السعودية؟ ما أدري ما ينحسبوا يعني واجد. ويش السبب اللي خليك تروح السعودية؟ السوق بعد. السوق. انزين، في ناس تقول يا ابو احمد ان البحرين اسعارها ارخص بواجد من السعوديه، وايش تقول؟ نفس الشيء، ما في فرق واجد يعني، نفس الشيء البحرين والسعوديه. انزين، لو يقولون لك تعيش في السعوديه اي منطقه تختار وليش؟ ما ادري ما اعرف مناطق يعني، مثلا الدمام، القطيف، المناطق اللي تروحها يعني. الدمام. الدمام، ليش الدمام؟ ما رحنا غيره ولا شفنا غيره. يعني لأنه معروف. إيه. مشكور أبو أحمد حبيبي. كم مرة رحت السعودية؟ واجد ما أقدر أحسب. وإيش السبب اللي يخليك تروح السعودية؟ أولاً في أشياء عندهم قبل ما في عندنا. إيه يعني بعض البضائع والسلع على قولتهم ما في متوفرة في البحرين. هي موجودة في البحرين. موجودة. في محلات هناك وأماكن نروح لها. إنزين. زيارات حق الأهل هناك عندنا وعندهم. إنزين الغامي، في ناس تقول إن البحرين سامانها أرخص بواجد من السعودية، وايش تقول عن هالكلام؟ في وفي يعني بعض بعض. بعض إيه، بعض الأشياء اللي الاستهلاكية تحصلها هناك، اللي المواد الغذائية وهالأمور تحصلها هناك أرخص. أرخص بواجد. إيه. إنزين، لو يقولون لك يا الغامي تروح تعيش في السعودية أي منطقة تختار وليش؟ أروح يا الخبر أو جدة. ليش عاد الخبر أو جدة؟ لأنهم منفتحين أكثر. منفتحينك. طريقة حياتهم أسلوبهم مناسبة للبحر يعني، من الأسلوب هناك أفضل بواجد. الحياة والأماكن شوي متشابهة هي البحر. يعني نفس معيشتكم على قولتهم. واجد. يعني كم تقريبا؟ زين لو ايش تروحون السعودية؟ تشرون. تشرون؟ السعودية أرخص؟ السعوديين يقولون البحرين أرخص. السعودية أرخص. إيه. ولا مرة. ولا مرة السعودية. رحت بس ما أدري عاد، ما أدري وش نران. 10 مرات نقول 10. وإيش السبب اللي يخليك تروح السعودية؟ تغيير جو ساعات. تغيير جو. إنزين، في ناس تقول سيء. بعد سنة ما قلنا العمرة. عمرة والحج كذي. في ناس تقول سيد إن البحرين سامانها أرخص بواجد من السعودية، وش تقول على الكلام؟ لا خلاص الحين الفوارق خلاص انتهت بينهم، نفس الشيء هذا هني وهناك نفس الشيء، بس إن ما تغير جو. إنزين سيد، لو يقولون لك سيد تروح تعيش في السعودية، وين تختار في السعودية وليش؟ مناطق؟ صار صعب. أختار وين بروح، أقرب شيء وين اللي حتى أقرب لبيتي. يعني أقرب حق رجعات. الدمام. تاخذ الدمام. السعودية اهلنا عمي. صلة الرحم يعني. صلة الرحم هناك في السعودية، ما نقدر نخليهم. حلو. لا هم خلونا ولا احنا نخليهم. الله يديم المحبة ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. رحت واجد انا تقريبا يعني كم، يمكن 60 80 مرة. زين ابو محمد، وايش السبب اللي يخليك تروح السعودية؟ وايش السبب؟ اول شيء كان من ايام جدي الله يرحمه، كان عنده محل هناك، وكنا ايام الاجازه نروح نساعد وياه احنا في المحل ماله. ايه، و يعني يمكن 70 80 ده مو 100 بعد مره رحنا. يعني تروح يا الجد تساعده وكذي. انزين، اما الحين في الفتره هذه نروح حق الاهل، لنا اهل هناك اذا كان في مناسبات او سياحه، نطلع ويا الصبيانه او شيء كذي، نقضيها يومين 3 ايام نرجع. في ناس تقول ابو محمد ان البحرين سامانها ارخص من السعوديه بواجد، وايش تقول عن هالحكي؟ والله انا اشوف الحين الوضع اعتدل، مو كان اول ما فتح الجسر يمكن ارخص، بس الحين انا اشوف الاسعار نفس الشيء تقريبا، يعني متساويه بين البحرين والسعوديه. بالضبط.
بالضبط بالضبط نفس الشيء تقريبا، يعني ما في فرقية وايد. يمكن في شغلات انا اقول لك لحد الان يمكن ارخص، اللي هو شغلات مثلا التكنيكال، مثلا مكاين، وش اقول لك، مضخات، شغلات كهربائيه، هاي بتكون ارخص يمكن. اه يعني الشغلات الكهربائيه ارخص، اما المنزليه وده كاملهم نفس الشيء. شوفها نفس الشيء، لان اكثر المحلات مثل ما انت شايف هناك جت فتحت في البحرين كرامز وغير رامز، يعني الحين عرفت شلون، جو فتحوا فصارت الاسعار تقريبا متقاربه. زين ابو محمد، لو يقولون لك تروح تعيش في السعوديه اي منطقه تختار وليش ابو محمد؟ لا انا ما اهد البحرين، ليش؟ لان هذه بلادي هني، اهلي هني وعيشتي هني، عرفت شلون؟ يعني حتى لو اكون بعد وضعي بعد بكون افضل من هني، ما اهد البحرين. لو اسبوع ترفيه نقول، وبعد اسبوع صعب علي، يعني الدم نفس الغترة أحمر. بالضبط بالضبط، أي نعم، لأن شوف البعد دائما عن الأهل وعن ديرته شوي صعب. عدل، أي نعم، الغربة ميحلة. الغربة ميحلة وأكيد 100%، لأن أنا عشت في الإمارات حوالي تقريبا 14 سنة، حاولت إني أتأقلم ما قدرت أتأقلم مهما كان أحن إلى ديرتي. ترجع إليها. أي نعم، ديرتي الأصلية أرجع إليها. السعودية يمكن آخر مرة من 6 أشهر، ما شوي يعني. يعني شوي. إنزين، ليش تروح السعودية؟ السعودية يمكن مدينة العمرة، هاي أغلب الأشياء يعني تروح لتعبد وغيره. إنزين، لو قالوا لك تعيش في السعودية وين تختار بالضبط؟ أي منطقة وليش؟ يمكن جدة أو الرياض. ليش جدة أو الرياض؟ هناك فيها أكثر الأماكن، مجمعات اللي سمعته يعني. يعني حق السياحة وشذي، تروح تعيش هناك ترفع عن نفسه على قولتنا تفلها. أدري يمكن 50. إنزين، ليش تروح السعودية؟ يعني وش السبب اللي خليك تروح السعودية؟ روح العمرة، أروح يعني ساعات السوق الشرة. ناس تقول سيد إن البحرين سامانها أرخص بواجد من السعودية، وش تقول على الكلام؟ لا، هو انت تروح السعودية مو لازم للسومان، ساعات يعني تغير جو تروح، يعني الشباب تغير جو مو لازم بس لل، يعني تغيير جو وترفيه عن النفس شوي. اوه واجد. كم مرة تقريبا؟ واجد، يقول 50-70-80 واجد. زين، ليش رحت السعودية؟ السعودية انا اعتبرها بلدي الثاني، ارتاح اذا اروح السعودية، تتخيل. وين تروح؟ الدمام. الدمام الدمام ارتاح نفسيا. ليش تروح بالضبط الدمام؟ ما عندي شيء، اروح بس ارتاح وارجع. اها يعني ترف على قولتهم ترفيه. انزين، لو يقولون لك، انزينه، لو يقولون لك تروح تعيش في السعوديه وين تختار بالضبط؟ ما اروح بالبحرين انا، بس قلت لك اروح ارتاح. فرضا قالوا لك تروح السعوديه؟ ايه والله وش اقول لك، بنقول القطيف بعد احنا. يعني تروح القطيف ليش؟ حق اهلنا هنا، يعني لان اهلنا وتتعايش وياهم. صحيح، واجد رحنا يعني، واجد واجد يعني رحنا. وايش السبب اللي يخليك تروح السعوديه؟ نروح السعوديه الاصحاب، ونروح لعمرات، نروح للمدينة ساعة المدينة، يعني تقارب تزايرية بين الأهل. إنزين أبو هاشم، لو يقولون لك تعيش في السعودية وايش تقول؟ لا، ما أعيش في السعودية. قالوا لي ناس روح السعودية بنعطيك زوجة وبنعطيك كذي وبنعطيك وبنعطيك، قلت لي لا، غير البحرين ما أعيش. يعني 10 أيام شهر أقعد يعني. هالعشرة أيام في وين تعيش بالضبط؟ في المدينة، في سيهات، مني ومني. في سيهات والمدينة، ليش تختار هالمناطق؟ إن ربعنا. ربعنا وأهلنا هنا. ربنا. تتعايش إياهم. سيد علاء، كم مرة رحت السعودية؟ واجد. ليش؟ نعد يعني ساعات عندنا شغلة ما شغلة، ساعات نروح مثلا نغير جو كذي. تغير جو ترفيه وشغلات. انزين، يقولون الناس ان السعوديه البحرين سامانها ارخص من السعوديه بواجد، وايش تقول على الكلام؟ صحيح هالكلام، خصوصا قطاع الغيار والسوالف ارخص من البحرين. ارخص من البحرين. انزين، لو يقولون لك سؤال اليوم، اقول لو يقولون لك تروح تعيش في السعوديه، في السعوديه وين تختار بالضبط؟ ما اقدر يعني. ايش؟ مستحيل. اسمك بالخير؟ جميل. جميل، عسى ايامك جميله ان شاء الله. وسهلا، حياك، حياك الله. كم مره رحت السعوديه استاذ جميل؟ والله ما اتذكر، بس اخر مره كنت في العمره. اخر مره في العمره. انزين، لو يقولون لك تهد البحرين وتعيش في السعوديه، اي منطقه تختار وليش؟ سؤال صعب هذا يعني. هذا حير عقول الجميع يعني. هذا يعني احسن شيء بختار المنطقه القريبه للبحرين. المنطقه القريبه يعني لانها قريبه. اي لانها قريبه. أي السبب؟ إيه. كم مرة رحت السعودية؟
ما ادري واجد، يمكن فوق 200 مره يمكن. زين وش السبب؟ ليش شغل؟ شغل اي يعني هالايام متضررين من القهوه؟ اكيد اكيد متضررين، قاعد نقعد احنا يعني شغالنا تصير كلها ريموتلي يعني.